السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدعو إخواني وأحبابي إلى المكث دقائق معدودات لعل الله أن يصيبنا برحمته وأن يصيبنا ببركته وفضله كما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة بأجنحتها وذكرهم الله في من عنده. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جدا أختزله وأختصره في آخره، قال في الحديث القدسي قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة إن من بينهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قد غفرت لهم جميعا. الناس يطلبون مغفرة الله في أقاصي المعمورة وفي مزاحمة الطائفين وفي الجمرات وفي أماكن بعيدة، ورحمة الله عندهم في مساجدهم وفي أحيائهم وفي مجالس الذكر والعلم. وهذه الأماكن يا أخوان هي مظن الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. فالمسلم العاقل اللبيب هو الذي لا يفوت هذه الفرص. وحديثنا اليوم إليكم أيها الأحبة عن عبادة يحبها الله، عبادة جليلة جدا جدا جعلها الله من أركان الإسلام. وهذه العبادة اختارها الله من بين كل شرائع الإسلام له، اختصها له، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لم تكن للصلاة هذه المزية ولا للحج ولا للزكاة ولا للجهاد ولا لأي عبادة من العبادات إلا الصوم. قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم، وفي رواية إلا الصيام، فإنه لي. الله يقول الصوم لي وأنا أجزي به، وجزاؤه لا ليس بجزاء الأعمال الأخرى، حسنة بعشرة بسبعمائة، لا لا يعلم تضاعيف أجر الصيام إلا هو سبحانه. والأعطي على قدر إيش؟ على قدر معطيها، فليست عطية مدير المدرسة مثل عطية مدير التعليم، وليست عطية مدير التعليم مثل عطية أمير المنطقة، وليست عطية أمير المنطقة مثل عطية الملك، وليست عطية الملك أبداً، ولا ملوك الأرض ولا أهل الأرض ولا كل أحد كعطية ملك الملوك. فأنتم موعودون من الله بأعظم الأجر وأجزل الثواب على إيش؟ على الصيام. ولا يتسع المقام وهذه الدقائق المعدودات إلى أن أتحدث، أنا جيت أتحدث عن صيام شعبان، ولكن صيام شعبان يدعونا للحديث عن الصيام. ولهذا يا أخوان حتى تعلموا فضل الصيام، جعل الله بابا من أبواب الجنة لأهل الصيام، باب من أبواب الجنة الثمانية لا يدخله إلا الصائمون، اسمه الريان، ينادى يوم القيامة أين الصائمون أين الصائمون، فيأتون ليدخلوا فلا يدخل أحد منه إلا هم، جعلنا الله وإياكم منهم. فالصيام الحقيقة لا نستطيع أن نوفيه حقه بمثل هذه الدقائق المعدودات اليسيرات، لكن خلونا نلتفت لصيام شعبان الآن. شهر شعبان قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جواب في حديث عند النسائي صحيح، جواب لأسامة بن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد هذا ابن حارثة حب الرسول،
ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم قصة له مع علي ومع جعفر، حينما كل واحد منهم قال أنا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. إيش تتوقعون لما ذهبوا إلى الرسول ورفعوا أمرهم؟ جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول اللي يقول أشبهت خلقي وخلقي، جعفر الطيار، وعلي ابن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع وابن عم رسول وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة، والد الحسن والحسين وأم كلثوم. إيش تتوقعون لما رفعوا أمرهم إلى النبي أيهم الأحب؟ قصة طويلة أختصرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وابن عمي، وأنت يا علي ابن عمي وختني يعني نسيبي وزوج بنتي، وأنت أحب الثلاثة أو أحب القوم إلي يا زيد. فزيد أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى حب رسول الله، وابن أسامة يحبه النبي حب شديد اسمه ابن حب رسول الله. قال له يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر كما تصوم من هذا الشهر، يعني شعبان. قال هذا شهر يغفل عنه الناس، بين رجب وبين رمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. العلماء عندهم تعليقات جميلة ونكات لطيفة استنباطات دقيقة. قالوا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض أعماله على ربه وهو صائم، لأن الصيام من أفضل الأعمال وأجل القربات وأرفعها قدرا وأعظمها في الميزان وزنا، فتعرض لربه بالصيام ليكون أحسن حالا وأجمل مقاما حينما يعرض عمله على ربه. أنت الحين لو قلت لك تبي تعرض على مثلا وزراء أو تعرض على ملوك أو تعرض على شخصيات كبيرة، هل لباسك يكون كلباسك لو ذهبت إلى أصدقائك في الاستراحة؟ لا، بيكون حالك غير. فأنت حينما يعرض عملك على الله لا يكون هو عملك العادي، زده حسنه جمله أكثر منه، فالأعمال في هذا الشهر ترفع يوميا إلى الله سبحانه وتعالى. والصيام في شعبان يا أخوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويكثر منه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم من شهر كما كان يصوم من شعبان، ولقد كان يصوم شعبان كله وفي رواية إلا قليلا. طيب كيف نوفق بين كله وبين إلا قليلا؟ سهل، عبد الله بن المبارك رحمه الله قال إن العرب تطلق الكل على الأغلب، فالعرب من استعمالاتها للكل أنها تطلقه على الأغلب، تقول قمت الليل وأنت نمت وأنت وقعت أهلك وأنت تعشيت، ما هو كله قيام قيام. لكن لماذا قلت قمت؟ لأن أغلب ليلتك هي قيام وصلاة، فالعرب تستعمل إيش؟ التغليب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا من شعبان. عاد ما ودي أدخل في تفريعات كثيرة ليش ولماذا النبي يصوم، لا، النبي علل بعلة تكفي، قال يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الأحاديث يصل شعبان برمضان الصيام، ولكن ورد حديث أريد أن أجيب عن بعض الأحاديث التي قد تشكل عند سماعها، وبعض العامة لا يدرون ماذا يصنعون بها. قد يسمع واحد منكم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا حديث. طبعا هذا الحديث أعله الإمام أحمد ولعل أعله أيضا جمع من أهل العلم منهم علي بن المديني وغيرهم من العلماء، أعلوا هذا الحديث وضعفوه،
لكن على وجه صحته يقول الشيخ ابن باز وغيره حتى لو اعتبرناه صحيحا هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يحمل على من لم يصم إيش نصفه الأول، يعني اللي ما صام من نصفه الأول خلاص لا يصوم من نصفه الثاني، ولكن الحديث معلول كما قلت لكم ولا يصح. إذن يصوم الإنسان ما شاء من أوله ووسطه وآخره. طيب يأتي حديث آخر يشكل، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. هذا الجواب موجود في نفس الحديث، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، الجواب موجود الحمد لله، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. إذن أنت تصوم شعبان صمه، صله برمضان إن شئت كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عليه قضاء أو امرأة عليها قضاء أو إنسان يصوم الاثنين والخميس وافق آخر، لكن ما هو المنهي عنه من صيامه؟ ما هو المنهي عنه من شعبان؟ صيام يوم الشك. وما هو يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان. إذا كان الشهر مثلا تام والسماء عليها الغيم، ما يدري الإنسان، ما يرى الهلال، عليه غيم، ما يدرى بكرة رمضان ولا بكرة تتمة شعبان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال فإن غبي عليكم أو فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، يعني ما في عندنا حيرة ولا شك، لكن حنا نبي نتحدث عن صيام يوم الشك الذي قال عنه رضي الله عن عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ما يجوز صيام يوم الشك، الإسلام مبني على اليقين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ففرق بين من يصوم للاحتياط والشك وبين الذي يصوم للسنة ويصوم لاثنين أو خميس أو غير ذلك. ومن ما نذكر به أيها الأحبة عن هذا الشهر المبارك أنه قال العلماء، يعني من الفوائد اللي أكرمونا بها علماؤنا، قالوا إن صيام شعبان بين يدي رمضان كالسنة الراتبة. أنت الظهر تصلي 4 ركعات قبل إيش؟ قبل الظهر، وتصلي ركعتين إيش؟ بعد الظهر، وتصلي قبل بعد المغرب ركعتين، وتصلي بعد العشاء ركعتين، وتصلي قبل الفجر ركعتين، سنن رواتب قبلية وبعدية. كذلك رمضان له سنة إيش؟ قبلية وهو شعبان، وله سنة بعدية وهي إيش؟ 6 من شوال، وهذه تكون لسد وترقيع ما نقص من الفرض، جعلنا الله وإياكم من أهل الكمال والتمام. إذن هذه الحكم نضعها بين يديكم، فصيام شعبان يوطن النفس ويهيئها للدخول على رمضان. بعض الناس يدخل على رمضان وهو متعب مجهد من الأكل والشرب والعزائم وكثرة البطن والشبع، فيدخل وهو متعب مرهق، ما ينسجم مع رمضان إلا بعد أيام وبعد فترة، لكن لو صام شعبان وصام منه ما شاء الله أن يصوم كان كالدربة له، وكان كالتهيئة، وكان كالإطالة، كان كالتسخين له، يدخل على رمضان بيش؟ بأريحية وراحة وانبساط وانسجام وانشراح صدر واستعداد وتهيئة. فرق بين اللي قبل يركض يهيئ نفسه للركض ويأخذ بعض الإطالة والتسخين، وبين الذي ينطلق مباشرة وهو ما ركض من سنة ولا سنتين، أمن يطيح طيحة شينة. فانتبهوا يا عباد الله، هذا الإسلام دين عظيم، تكفل لكم بمصالحكم الدينية والدنيوية والصحية، الإسلام غطى كل شيء تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومما نذكره قبل أن نختم أن هذا الصيام سيكون لك أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر.
والصيام من أسباب دخول الجنة، ومن محاب الله يدع شرابه وشهوته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وما ذكرت لكم أنه باب من أبواب الجنة، وما ذكرت لكم أن الفريضة صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، فجنس الصيام عظيم، وهو عمل لا يعدل، وهو مما اختصه الله به. طيب، نختم بهذه الفائدة: لماذا الله عز وجل اختص الصيام له؟ معنى جنس الصلاة أفضل من جنس الصيام، أفضل قولا واحدا. ليش الله اختص الصيام له؟ قال العلماء: لأن الصلاة أفعال مشاهدة، والزكاة أعطيات معلومة ومعدودة ومعروفة ومشاهدة، لكن الصيام لا، ما للإنسان حظ فيه، الحظ كله لله، عبادة، صرفه عبادة وإخلاص لله. يأتي الإنسان يصوم شعبان شهر ما حد درى عنه، يصوم محرم ما حد درى عنه، يصوم الست ما حد درى عنه، يدخل ويطلع، لأنه إمساك وامتناع واحتباس من الأكل والشرب والشهوة، ما حد يدري عنه. ولهذا من حكمة الله يوم القيامة أفواه الصيام إيش يخرج منها يا إخوان؟ إيش يخرج؟ المسك. ليش؟ لأنها خفيت عباداتهم، ففاحت في الحشر وفاحت يوم القيامة لتدل عليهم وأنهم أهل الصيام. ولهذا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهو هذا. ولهذا ليش اختصه الله؟ لتضمنه لأمرين: الأمر الأول الإخلاص، فالرجل الراعي في كبد الصحراء تحت لهيب الشمس مع إبله، لو أعطيته الدنيا وما فيها ما شرب الماء، رغم أنه تحت أشعة الشمس التي تبلغ درجة الحرارة 50 أو 55 في الدهناء أو في الربع الخالي، تقول له خذ الأموال الطائلة أفطر، يقول والله لو تعطيني الكرة الأرضية ما أفطر، من حبه للصيام ومن تعلقه به ومن إخلاصه لربه، مع أنه ما حد يراه، بينها الكثبان وبينها انتبهت. فالإخلاص كله لله عز وجل فيه، لا حظ لأحد فيه. وأيضا لاجتماع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش والعنت. فاجتمع في كل أنواع الصبر. والصبر إيش قال الله عنه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأعطي هذا العبد هذه الشيكات المفتوحة والعطايا الجزلة التي لا تعدها عدادات الدنيا، الحاسبات الدنيوية لا تعد أجر الصيام، ما تقدر، كل المعادلات الجبرية والهندسية والرياضية لا تستطيع أن تحسبها، لأنها فوق الحساب، لا يحسبها إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأدعوكم إلى صيام هذا الشهر، وأدعوكم إلى صيام ما يسر الله لكم منه، وخاصة في ظل هذا الجو المعتدل، في هذا الجو الجميل البارد الدافي الذي والله الحمد نتمتع به من بين الأمم والدول، لا برد شديد ولا حر شديد، أعني في هذا الفصل، فنحن في نعمة وقصير ولله الحمد والمنة. فصوموه وادخروه لحر يوم النشور، يوما صوموه لحر يوم النشور، وليلة مظلمة قوموها لظلمة القبور. استعدوا يا أخوان، كما تدخرون الأموال في الأرصدة لبناء أو لتزويج أو لغير ذلك، ادخروا الحسنات، فستتوحدون في القبور، وسيتبرأ منكم الأبناء والبنات، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فلا يبقى لك إلا عملك. يتبع الإنسان ثلاثة: عمله وأهله وماله، فيرجع اثنان: الأهل والمال، ويبقى العمل. اعتني بهذا العمل الذي يبقى معك، والذي يؤنسك في قبرك، والذي يشفع لك عند ربك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا وإياكم الهمة العالية والنية الصالحة
والعزيمة الصادقة لصوم شعبان وإتباعه برمضان وإتباعه بست من شوال وإتباعه بعشر ذي الحجة وإتباعه بصوم شهر الله المحرم. اللهم اجعلنا من الصوام الذين ينادى عليهم يوم القيامة أين الصائمون فيدخلون من باب الريان. اللهم اجعلنا من أوجبت لهم رحمتك. اللهم إني جئت وتركت جامعي وتركت حيي وتركت أهلي لألقي كلمة في أهلي الآخرين وفي أحبتي في هذا الجامع الذي لي معهم ذكريات قديمة جميلة. أسأل الله كما يسر الله هذه الكلمة وصلاة العشاء مع هذا الإمام المبارك، أسأل الله أن يجمعني وإياكم بالفردوس الأعلى مع والدينا وذرارينا وأزواجنا ذوي قرباتنا وولاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واقضي حوائجنا ومتعنا بالصحة والعافية، فرج لمرضى المسلمين. اللهم إن لك عبادا على الأسرة وفي العنايات المركزة وعلى السرر البيضاء، اللهم ارحمهم، اللهم اعلهم للعافية وامسح عنهم بيمينك الشافية في أيام صحة لا سقم فيها، ردهم إلى بيوتهم وأهليهم معافين يصومون معهم بقية شعبان ورمضان. اللهم يا رب العالمين اجعلنا في هذه الأيام التي نعيشها أيام التأسيس، اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ حدودها وثغورها وجنودها، اللهم اجعلها بلاد التوحيد والسنة، اللهم اجعلها بلاد الشريعة الغراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم بارك بولاتها وملوكها، اللهم اهدهم واهدي بهم واهدي لهم وأسعدهم وأسعد بهم وأسعد لهم. اللهم احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة، وأمنا من الفتن وأعذنا منها ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.